رجل أراد أن يسافر في رمضان حيث بيت نية الفطر، وعندما أصبح لم يوفق في السفر سواء كان عدم الدراية أو من مرض، حيث واصل صومه، فماذا يترتب عليه؟ الصائم إذا أراد السفر لا يفطر حتى يخرج من البلد، حتى يخرج من البلد قاصدا الجهة التي يريد السفر إليها. أما ما دام في بيته أو داخل البلد فإنه يجب عليه الصيام، لأنه لم يشرع في السفر بعد. السفر إنما يبدأ من خروجه من البلد، يعني الفطر يبدأ به بعد السفر، بعد خروجه من البلد مسافرا. نعم. أما ما دام داخل البلد فإنه لا يفطر، لأنه لا يزال حاضرا.